شرفنا الليله دي الشيخ احمد الملكي، كلكم بتطالبوا بيه انا عارف، بس كان عندنا في سفريه وكده، فكان يعني الجماهير تطالب بك يا شيخنا. الله يبارك فيك. الله يخليك. ازي حضرتك؟ الله يبارك واسرتك واولادك؟ الحمد لله يا رب العالمين. انت عندك ولاد قد ايه؟ انا عندي ولدين وبنتين. ما شاء الله ما شاء الله. عندي. طب ما تقول لنا اعمارهم واسمائهم كده. يعني عندي ابراهيم ده كبير. ده كبير في تاني اعدادي. انا الحمد لله اولادي كلهم في الازهر الشريف. كويس. الحمد لله. كويس يعني جدا. في الازهر مناره العلم. طبعا يعني الحمد لله، وزارع فيهم حب الازهر، اللهم لك الحمد يعني. جميل. فعندي ده في تاني اعدادي، وعندي مالك. مالك. خمسه ابتدائي. كويس. وعندي ماريا. ماريا. أتذكرون هي يعني المهداة من المقوقس لسيدنا النبي، وأنجب منها إبراهيم. هو أهدى للنبي عليه الصلاة والسلام بنتين جاريتين. أهدى إدى للنبي. واحدة أبوه خد واحدة. هو خد واحدة ماريا، وإدى التانية لمين؟ سيدنا حسان. حسان بن سابي. كان اسمها سيرين. فأنا جبت ماريا، فقلت ما ينفعش أزعلها، فجبت سيرين. جبت سيرين. ربنا يخليهم. فسيرين في كي جي 1 وماريا في أولى ابتدائي. الحمد لله. اللهم لك الحمد يعني. يعني انت صاحب اختيار الموضوع النهارده. ف انا بس يعني قبل كل شيء انا محتاج يعني اولا ما فيش اي حاجه معانا، محتاج ايه؟ الدنيا زي ما انت شايف مقفله كلها. انت داخل على طمع يا شيخ. محتاج ان انا بس يعني ادعو الله عز وجل بالرحمه الموسيقار عمار الشريعي. الله يرحمه. انا واحد من ضمن الناس من عشاق عمار. يعني استاذ عمار الشريعي، انا من عشاق استاذ عمار الشريعي. وانا يعني لما نبدا نتكلم عن الموسيقى بتاعته، خاصه الموسيقى التصويريه، انا اتذكر دلوقتي اللي هو الموسيقى التصويريه بتاع الجلسه السريه. السريه ده محمود ياسين. محمود ياسين وشهيره. وشهيره. استاذ محمد عبد العزيز. كان في الثمانينات يعني. فيعني نسال الله عز وجل ان يتغمده بواسع رحمته، وان يرحم امواتنا واموات المسلمين. امين يا رب. امين. وبرضه يعني معلش اسمح لي ان انا ادعو لامي، فاليوم ذكرها ايضا، فنسال الله عز وجل ان يرحمها رحمه واسعه. اللهم امين. خلينا نبدا بس استاذ محمود بحاجه، اللي احنا بعض الناس احيانا يعني كل ابن ادم خطاء كما قال النبي عليه الصلاه والسلام. صحيح. وخير الخطائين التوابون. وهنا لما نقف عند الحديث ده نلاقي فيه لفته مهمه جدا، ان النبي عليه الصلاه والسلام خلى الناس يعني الخطاء اللي هو يكثر الايه؟ يعني يخطئ ويخطئ. يخطئ ويخطئ، يعني يكثر كثره الذنب. فيعني ده النبي عليه الصلاه والسلام ذكر فيه خيريه ايضا. الخيرية إذا رجع وتاب إلى الله عز وجل. فقال وخير الخطائين اللي هم مين؟ التوابون. اللي هو التوابون. عشان هو يعني هو أنا مش بعذره، بس هو بيجتهد جامد يعني. هو اللي بيعمل خطأ ويتوب منه خلاص وانتهت بقى تمام. إنما اللي يعني ده عمال يغلط وعمال بيحاول بيجاهد. صحيح. لكن هو بيجي بعض الناس بتسأل، وخاصة بعض الشباب، فبيقول طيب يعني إيه الحكم أصلا من الذنب يعني؟ يعني هو أنا أذنب خلاص وبتوب وبرجع أذنب وأتوب. يعني مرة كان سيدنا عمر بن عبد العزيز طلع كده قال أيها الناس من أذنب فليستغفر الله، فإن عاود فليستغفر الله. طب هيقعد كده يذنب ويروح ويجي وبتاع كده، يجد الله توابا رحيما. الله يعني كده كده ربنا تواب رحيم. بس واحد يقول طيب أنا إيه الحكمة من الذنب؟ أنا بعمل ذنب وبرجع له تاني غصب عني، يعني أنا بلا إرادة أو ما عنديش عزيمة إلا أنا ما أعملش الذنب ده، فبرجع للذنب مرة تانية. وبعض الناس فبتسأل يعني ايه الحكمة من الكلام ده؟ قبل ما اقول الحكمة، احنا اولا نحن نحذر من الذنب، يعني برضو نسأل الله عز وجل ان يغفر الذنوب كلها. لكن الانسان بتمر على قلبه كده عدة نقاط مهمة جدا. اول حاجة كانوا بيقولوا حاجة اسمها الخطرة. طبعا اللي هي الخاطرة، اللي هو ما يأتي في الخاطر كده. حد يوزك على حاجة. يعني مش حد، انت بقى دماغك توزك على تيجي الخطرة دي لو زنة كده. لكن لو الانسان ركز معاها للأسف الشديد مش هيعرف يدفعها، هتجيب اللي بعديها على طول. هتجيب الوسوسة. طب لو هو من أول حاجة كده قال استغفر الله وبعد عنها، ما قدرش يفكر فيها كتير وبعد عنها، فده هنا على طول ربنا بيحميه من المسألة دي. طب لو هو قاعد يفكر فيها، ها أعمل إيه؟ طب أجي إزاي؟ وبعدين هيبدأ الشيطان يوسوس ليه، فتدخل بقى قضية الإيه؟ الذي يوسوس في صدور الناس. والوسوسة خلينا بس نقول إن الوسوسة ممكن الإنسان يتخلى عنها سريعا، لان بتبقى موقف عرضي كده سريع. لكن احيانا بتبدا تركز مع الانسان فتبدا تتحول الى مرض نفسي.
لدرجه انها تصل الى الادمان مثلا. هيقول لك ده موسوس، انا عندي ده موسوس عندي، ويبقى عنده مشاكل كتير في حياته. فبندخل في حته ثانيه. طب بس لو هو دي قصه ثانيه. ما انا قصدي دي حته ثانيه يعني لنا نوعين. طب لو احنا دفعنا ده الحمد لله، لو ما دفعناش بترجع بقى تدخل على الامر الثالث اللي هي قضيه الشهوه. يبقى الخطره ثم الوسوسه ثم بعد ذلك الايه؟ تصير الوسوسه دي الى شهوه، اللي هو التحرك الى اللذه اصلا. لا احنا مش بنتكلم عن الشهوه الجنسيه فقط. لا لا لا، شهوة لا شهوة الفلوس، شهوة السلطة، شهوة السيطرة، شهوة كل حاجة، أي شهوة يعني. بس ومنها طبعا الشهوة الجنسية طبعا. فهي بتروح للشهوة اللي هو أنا اللي هي التحرك إلى اللذة، تلذذ اللي أنا أمسك المال، اللي أنا أمسك أي حاجة ملك مثلا، إنك واحد دون مستواك، إنك تفتري يفتري على زوجته وعلى أولاده. ثم بعد ذلك لو هو ما قدرش يعمل الكلام ده توصل بقى للإرادة، ثم بعد ذلك للعزيمة، يبدأ بقى يتحرك للفعل. فهنا الانسان كذلك الامر. طب لو هو عنده قضيه ان هو محتاج ان هو عاوز يذنب، فتبدا خطره ثم وسوسه ثم شهوه ثم اراده ثم ايه؟ تبقى عزيمه. فانا في الاصل بقول له يعني عندنا مراحل كتير، مراحل كتير جدا، بس احنا بنعديهم في لحظه. يعني المراحل اللي بتقولهم دول هي لحظه، بتلاقي نفسك جوه الدايه. طيب لو هو ولذلك سبحان الله هنا النبي عليه الصلاه والسلام يقول لو لم تذيبوا لذهب الله بكم. صحيح. ثم جاء بأقوام يذنبون، بس ليه بقى يذنبون؟ حتى يستغفروا الله عز وجل. فيستغفرون. هي قضية إن ربنا بيحب، يا أستاذ محمود، يحب أن يسمع صوت عبده. أنت عارف لما الإنسان يقع في الذنب فيفتكر فيتذكر الله عز وجل فيقول إيه؟ يقول يا رب. طبعا دي مش دعوة اللي احنا بنقول للناس يروحوا بقى دلوقتي هيقولوا عليك كلام في النت بقى. الشيخ هيتوضب النهارده في النت. فيدخل في قضية الايه؟ في قضية الذنب. طيب ايه الحكمة برضو؟ انا عاوز اعرف الحكمة. اول حاجة ان ربنا محتاج ان هو يصالحك على الله عز وجل، عليه هو، فيقول لك ما تيجي نعمل مصالحة، انت عملت ذنب فتعالى نعمل مصالحة. تعالى نشوف حال سيدنا ادم. سيدنا ادم الاول كان قاعد في الجنة صح، وبياكل وبيشرب ويتمتع وما الى ذلك، لكن في الحال ده عادي، حال مخلوق عادي مفيش مشكلة. لكن لما سيدنا آدم عصى ربه إيه اللي حصل؟ فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب إيه؟ عليه. الحال بعد التوبة ده ربنا وصله للمرحلة لما استغفر بقى وتاب إلى الله، عمل عقد مصالحة ما بينه ومن ربنا، ثم اجتباه ربه فتاب عليه. يا سلام. يبقى الحال بعد المعصية بعد اللي هو بعد ما تاب أفضل من الحال لما كان قاعد في الجنة، لان حصل قضيه الاصطفاء. الاصطفاء ده ما حصلش الا امتى يا استاذ محمود؟ الا بعد ما اكل من الشجره وعصى ادم ربه فغوى. انا ماليش دعوه، انت تقول ادم ماليش دعوه، اخش معاك في القصه دي ابدا. انا بتبهدل ما يكفي يعني في النت، فادي حضرتك الشيخ بقول اللي انت عايزه. فدي الحال الاولاني. يبقى الحال ده اللي هو قضيه المصالحه مع الله عز وجل. اتنين، سبحان الله محدش معصوم الا الانبياء. يعني احنا برضو محدش في النهاية معصوم إلا الأنبياء. والنبي عليه الصلاة والسلام قال كل ابن آدم خطاء. أي إنسان في الدنيا برضو عليه يعني حتى لدرجة أن بعض في حديث كده إن ربك لا يعجب من شاب ليست له صبوة، ليست له كبوة، ليس له ذنب. الأصل في الشباب اللي هو بيحصل فيهم الذنوب، إنه يتحركوا للشهوات، سواء شهوات مال، سواء شهوات الجنسية، أي شهوة. ومع ذلك اللي بيعصم نفسه ده اللي هو شاب نشأ في عبادة الله، فربنا بيتعجب، يعني يعجب ربنا من هذا الشاب اللي هو لم يتحرك لا كده ولا كده، واخد بال حضرتك؟ فهنا اللي كل الناس بقى، معظم الناس بتقع في الخطأ، يعني ما من إنسان إلا واقع فين؟ إلا واقع في الخطأ. لذلك يقولوا كده عشان ربنا يقول لك أنت خلي بالك، أنت في النهاية بشر مش ملك. لأن الملائكة هم الذين لا يعصون الله، لا يعصون الله ما إيه؟ ما أمرهم ويفعلون ما يأمرون. فأنت في النهاية بشر. والنبي عليه الصلاة والسلام قال كل ابن آدم إيه؟ خطأ. بل سيدنا النبي يقول كل مؤمن، أي إنسان في الدنيا اللي هو الإنسان المؤمن ده مفتن، يفتتن. فتنة بقى والله يا شيخنا بلاوي. طول ما أنت ماشي لكن تتفتن، أما تفتن خالص. إذا ذكر ذكر، لما يبدأ حد يذكره بالله، حد يقول له استغفر ربنا تبارك وتعالى، يقول استغفر الله العظيم واتوب اليه. صح. اللي بيتكلم عنه الشيخ يخص كل الديانات، احنا مش بنتكلم بس على الدين الاسلامي على فكره، اي انسان. يعني هذا الفكر، هذا الفكر هو طرح كل الديانات. والنبي قال ما قالش كل المسلمين، قال كل ابن ادم. يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء،
واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم. وهل الإنسان يستطيع إن الله كان عليكم رقيبا؟ دي بتلبش الواحد. صحيح. هو شخصيا سبحانه وتعالى ده يعني الناس قضية المراقبة يعني. لكن يا أستاذ محمود أنا بس عاوز أوصل لنقطة مهمة جدا. تعرف بعض الناس أحيانا اللي هو أتم على حال واحدة من الذكر والاستغفار والعبادة، حد يقدر يعمل الكلام ده؟ تعرف حديث سيدنا حنظلة الأسيدي لما راح لسيدنا النبي قابل سيدنا أبو بكر في يوم من الأيام، سيدنا أبو بكر قال له مالك يا حنظلة؟ قال له نافق حنظلة يا أبا بكر. ليه؟ قاعدين مع سيدنا النبي يذكرنا بالجنة والنار كأن رأي عين، أكننا شايفين الجنة والنار. فأول ما نرجع للأولاد عافسنا الأولاد والزوجات ورحنا للضيعات وشفنا الشغل وخدتنا الدنيا. فكده أنا منافق يا أبا بكر. فسيدنا أبو بكر قال له والله برضو اللي شغلك ده شغلني. تعال بنا ننطلق إلى مين؟ إلى النبي عليه الصلاة والسلام. فراح لسيدنا النبي عليه الصلاة والسلام. فسيدنا النبي راح قال له بقى القاعدة دي بقى. قال إن تكونوا أو تداومون على ما أنتم عليه، لو أنتم هتداوموا على طول بالذكر والاستغفار كما أنتم عليه عندي، لصافحتكم الملائكة في فروشكم وفي الطرقات. ده الملائكة هتقعد كده، ولكن يا حنظلة ساعة وإيه؟ هي ساعة أنا عارف دي. ولكن يا حنظلة هي ساعة ساعة وإيه؟ بس وساعة. مش ساعة يعني ساعة في قرب الحبيب، لا يعني ساعة للحياة وللعمل ولمودة الزوجة والأولاد والحاجات دي وساعة لي. وخلي بالنا يا أستاذ محمود برضو لما نيجي نتذكر الأمثال المصرية دي، هي ما خرجتش اعتباط بس عشان بعض الناس يقول لك لا 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 اوعى بس تقول لي ساعة لقلبك وساعة لربك. المقصود بساعة لقلبك وساعة لربك ان هو القلب ده يحتاج إلى الزوجة، يحتاج إلى الأولاد، يحتاج إلى الحياة، يحتاج إلى المرح شوية. العمل ساعة ربنا بقى اللي هو المقصود بيها هنا ايه؟ اللي هو الصلاة والاستغفار والعمل برضو اكيد طبعا. والعمل عبادة. بس هو المقصود عشان بعض الناس بتبدأ ايه يقول لك ايه يا عم الكلام ده غلط، ما ينفعش ان انت تقول ساعة لقلبك وساعة لربك. الساعات كلها لله. ايوه بس المقصود في المثل ده ساعة لقلبك وساعة لربك، ان الانسان يحتاج ان هو زي ما احنا بنقول كده يشم شوية هوا كده، ياخد نفس، يبقى عنده شوية طاقة. عارف زي ما الانسان مثلا بينام ليه بتنام؟ أنا عشان الجسم يسترد عافيته، عشان الجسم ايوه اقدر اقوم الشغل، اقدر اصلي، اقدر كذا، اقدر تعمل كل وهكذا. فهي دي الساعه لقلبك اللي هي في النهايه اصلا عباده لله تعالى. صحيح. بس وساعه لربك دي اللي هو اللي انت بقى تصلي وتصوم وتستغفر و و الى اخره. فالامثال دي ما كانتش بتخرج اعتباطا يعني. وبعدين زي ما شرحت لحضراتكم قبل كده مرات كثيره، كلمه الساعه في كل ما يذكر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم هي ليست ساعه زمن، يا بعض الوقت، بعض الوقت جزء من الوقت. يعني يقول لك ومش عارف عليه الصلاه والسلام بيقول كذا وسكت ساعه، مش يعني قعد ساعه ساكت، بعض جزء الوقت جزء من الوقت. جزء من الوقت. يبقى اذا في مصالحه مع ربنا، انت في النهايه بشر مش ملك من الملائكه. الامر الثالث وده مهم جدا بقى، محتاجين نتعرف على اسماء ربنا. يعني واحد لما يذنب مثلا فتقول له ايه؟ يقول لك مالك؟ يقول والله انا عملت ذنب كبير جدا النهارده. طب ما تتوب يا اخي، وهو ربنا هيتوب عليا يا اخي؟ ده ربنا سمى نفسه الغفور الرحيم. صحيح. ده ربنا فيبدا الانسان يشغل العقل ده في التعرف على مين؟ على اسماء ربنا تبارك وتعالى. لذلك كان سيدنا واحد اسمه بيسموه كده طبيب القلوب، يحيى بن معاذ الرازي. يا سيدي يا سيدي يا سيدي. بقول لو لم يكن العفو احب الاشياء الي لم يبتلي بالذنب اكرم الناس عليه. صح كده ولا ايه؟ مين بقى مين اللي ابتلي بالذنب بقى؟ ما احنا قلنا عصا. صح كده. مش عصا ادم. ادم صح. واكرم الاشياء اليه اللي هو الانسان اصلا طبعا، اللي هو الانسان بني ادم. يعني احنا بنتكلم دلوقتي كلنا من ذريه، احنا ذريه مين؟ ادم. احنا ذريه سيدنا ادم عليه السلام. عليه الصلاه والسلام. فلو لم يكن العفو احب الاشياء اليه لم يبتلي بالذنب اكرم الخلق عليه. مين اكرم الخلق؟ هو ابونا جدنا اللي هم الناس البشر. اللي خلق الله الجماد وخلق الله الجن وخلق الله الانس. فافضل الخلق مين؟ احنا اللي البشر. وافضل الناس في البشر مين؟ هو سيدنا النبي عليه الصلاه والسلام. وهكذا طبعا طبعا. فهو يقول لك الانسان في النهايه. لذلك مين اللي قال اللي احنا افضل؟ يعني مين اللي قال اللي احنا مكرمين؟ ده القران اللي قال الكلام ده. ولقد كرمنا بني ايه؟ بني ادم. ولقد كرمنا بني ادم. فهو بيقول لولا ان العفو ده احد تركنا الانسان في احسن تقويم. احسن تقويم. صحيح صحيح. فلذلك بيقول لو لم يكن العفو ده احب الاشياء لربنا ما خلاش الانسان يذنب اصلا. طب هو ليه بيذنب؟ عشان يتوب فربنا يعفو عنه، يتوب فيستغفر فربنا يغفر له. لذلك احد الصالحين بيقول انا كنت بطوف في المنام، بطوف حول الكعبه، وبعدين قعدت اقول يا رب اعصمني، يا رب اعصمني من الزلل، يا رب اعصمني من الزلل. وبعدين بعد ما طفت كده يعني نمت شويه، يعني اخذتني غلبتني عيناي.
فبقول له، فلقيت حد كده بيقول لما تسألني العصمة؟ أنت بتسألني العصمة ليه من الذنب؟ والناس كلهم يسألونني العصمة. كل الناس بتسأل ربنا العصمة. فإذا عصمتهم فعلى من أجود وعلى من أتفضل؟ الله. طب لما أعصم الناس أغفر لمين أنا؟ يغفر لمن؟ يتوب على من؟ واخد بال حضرتك؟ فهي دي القضية، إن الإنسان يبدأ يتعرف على مين؟ على أسماء ربنا تبارك وتعالى. زيك إحنا حتى في رمضان كده لما نيجي ندعو، النبي عليه الصلاة والسلام قال للسيدة عائشة بتقول له ليلة القدر، لو أنا وافقت ليلة القدر يا رسول الله ماذا أقول فيها؟ قال قولي اللهم إيه؟ إنك، أنا هدعي ربنا بأسماء ربنا، مش هو قال لك ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها؟ فقال إنك عفو كريم. طب ما قالش إنك غفور لي، ما قالش إنك تواب لي مثلا. العفو ده بيمسح. أيوة هو ده. العفو ده اللي هو أنا عفوت عنك، اللي هي فاكرين الآية الكريمة اللي هي الذين يعني قولها يا مولانا لا ايه طيب اللي هي القاذمين الغيظ والعافين، القاذمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين، سورة آل عمران. يعني تقزم غيظك كده، وبعدين العفو ده وقت ان انت تشطب الذنب، خلاص شطبنا مش كده؟ الله يبارك. ما انا بس عاوزين نوضح للناس ان المغفره دي اللي هي ستر. المغفره ربنا بيستر، بس لا يمحو الايه، لا يزيل الذنب، ما بيشيلوش خالص. لكن العفو اللي هو محو الذنب وبعدين ينسيك اياه، يعني لا يطالبك به، لا يذكرك به حتى في الاخره، ولا تتذكر هذا الذنب. يعني يوم القيامه ما تفتكرش ابدا اللي انت عملت الذنب ده، لان ربنا محاه خالص من السجلات، ما فيش خالص. فلذلك النبي عليه الصلاه والسلام قال لسيده عائشه وقال للناس كلها، للامه كلها، قولي اللهم انك ايه؟ عفو كريم، تحب العفو، تحب العفو. وخلي بالك هنا صفه الكرم لله عز وجل، يعني انت عفو. ومن صفات ربنا ايضا ان هو مش هو محا، فمن الكرم يتفضل علي بالكرم فيرفعني حتى في الدرجات العلى. ودي في سوره الاحقاف اظن، حتى اذا بلغ اشده وبلغ 40 سنه، حتى اذا بلغ اشده وبلغ 40 سنه ايه بقى يحصل ايه؟ قال تبلغ 40 سنه، قال ربي اوزعني ان اشكر نعمتك التي انعمت علي وعلى والدي وان اعمل صالحا ترضاه. هؤلاء نتجاوز عن سيئاتي ونبدل اظن سيئاتي بحسنات، سيئاتي بحسنات دي في سوره الفرقان. يعني مش بس يتجاوز، لا يبدل السيئات حسنات. نعم صحيح. وبرضه ده في كل الاديان، الله في كل الاديان ربنا لما تكلم عن عباد الرحمن فقال ايه في النهايه؟ الا من تاب وامن وعمل عملا صالحا. ايه اللي يحصل؟ فاولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات. الله يفتح عليك. هو ده. بص بقى، العبد مش عفو بقى، ده بيديك هديه. ايوه يعني. فهو هو القضيه اللي احنا عاوزين نوصل للمساله دي ايضا كذلك. وانا بقعد افكر كده في قضيه ايه الحكمه اصلا، ايه الحكمه؟ فلقيت الحكمه ان ربنا بيحب الانسان اللي بيتوب اليه. بس هسالك سؤال هنا صعب شويه، لابد ان نساله، لانه او من واجبي يعني. اتفضل. وطبعا اذا كنت تحب ما تجاوبش عليه على راحتك. انه الذنوب انواع، وفي ذنوب تخص البشر. صحيح. يعني انا اذنبت في حق فلان 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 فلان، اراء كثيره بتقول انه دوت بقى ما فيهوش عفو ولا غفران، دوت بينك وبين الشخص الله يغفر فيما يخصه. صحيح. اما فيما يخص العبد مع العبد، فالله هيسال العبد يوم القيامه. سؤال صعب جدا، هنعمل له فاصل. ممكن نعمل فاصل يا استاذ زق؟ كنت سألت شيخنا أحمد مالكي سؤال وهو بقى هيجاوب عليه، ربنا معاه. يعني شوف أستاذ محمود، أولا دايما كده نعلم الذي خلق الخلق سبحانه، واخد بال حضرتك، وقدر الذنب، هو القادر على أن يغفر كل الذنوب. مش احنا كنا بنتكلم على قضية العفو وما إلى ذلك، والعفو هو المحو، صحيح كده؟ العلماء لما اتكلموا فبيقولوا مثلا قضية الإنسان العلاقة بينه وبين ربه، فربنا يغفر.
لكن لما نيجي على العلاقة بينه وبين العبد إن ربنا لا يتدخل، أنا ممكن أقف وقفة كبيرة جدا وأقول ما ينفعش. إحنا بنتكلم على ذنب العبد للعبد، آراء كثيرة بتقول إنه ذنب العبد للعبد هيتصفلوا مع بعض. مش عاوز أقول إن ربنا لا يتدخل، لأن دي كلمة عيب أوي، كلمة عيب جدا. لكن العلماء لما نيجي ننظر إلى كلام أهل العلم مثلا القدامى الكبار مثلا، نجد إن أهل العلم لما بيتكلموا هو بيتكلموا في قضية مظالم العباد، فبيقول خلي بالك إن ربنا في النهاية بيقول إن مظالم العباد دي، مظالم العباد أمرها كبير جدا، لو أنت ما سمحتش أخوك في الدنيا فربنا يوم القيامة لسان هيطالب بالحق. طيب تمام، ربنا هيطالب بالحق، لكن هل ربنا قادر إن هو يغفر؟ طبعا ربنا يغفر، بل بالعكس ده ربنا تبارك وتعالى يظهر من الجزاء ومن أمور الجنة ما يجعل العبد يقول له يا رب قد غفرت عن فلان، غفرت خلاص أنا سمحت فلان، لما يقول يا رب لمن هذا القصر يقول لمن عفى عن أخيه. طب ما هو يعني يبقى تدخل ولا لم يتدخل؟ بس يبقى كشفنا قدام بعض هتبقى بضيعه بجلابي. انت دخلت في حته تانية، ان قضيه ما هي المساله، هل الله عز وجل يظهر هذه الذنوب يوم القيامه، يظهر هذه الذنوب يوم القيامه امام الخلق ام يسترها؟ هي الاشكاليه في الحته دي. انا ربك هو الغفور الرحيم، وربك يستر، ربك لا يفضح، هو الستير، هي من صفات ربنا تبارك وتعالى الستر، ربك لا يفضح احدا على الاطلاق، بل يدني العاصي اليه، مش هيفضحوا على الرؤوس، خاصة لما الإنسان ده يكون طبعا المشركين والكفار دول حاجة تانية خالص، لكن الإنسان اللي هو رايح جاي بين التوبة عباد بتذنب حق عباد بالنميمة بالسرقة يدنيهم ويستر عليهم يدنيهم ويستر عليهم والله ذنب كبير، غير أني بحلمكم أستجير ضاق صدري وأخجل الذنب وجهي واعتراني من الحياة تغيير. وبالمناسبة كان أحد الشعراء أيضا كان يقول أنا كده، ما أنا بقولك ده بقى واحد متنايل زي حالاتي. ضاق صدري وأخجل الذنب وجهي واعتراني من الحياة تغيير. ما هو الخجل ده يا أستاذ محمود؟ هذا يدل على أن العبد فيه خير، وأن الله عز وجل يغفر لمن كان في قلبه مثل هذا الشعور أصلا، أنه يا رب أنا مش عارف أعمل إيه فأنا حيي منك. خدت بال حضرتك؟ لذلك سبحان الله كان بعض أهل العلم كده ورد في الأثر كده، سبحان من يذنب عبده ويستحي هو. الله، مين اللي بيستحي؟ مين اللي بيستحي؟ مش العبد، يستحي الرب من العبد. إمتى بيستحي الرب من العبد؟ حتى يقول كده لما يقول الحقني، ما أنصفني عبدي، يعني ورد في الأثر الإلهي يقول ما أنصفني عبدي، يعصيني وأستره ويتوب إلي فأتوب عليه. واخد بال حضرتك؟ لكن لما العبد بقى يجي يعمل الطاعات وأحيانا يقع في المعصية فيعمل إيه؟ ورد كده يقول سبحان من يذنب عبده ويستحي هو. أقول من قلبك أي حاجة تدي المعنى، يستحي أن ينظر لعبده وهو يعصيه. ده دليل على إيه؟ طيب بعض الناس تحس ان تكرار الذنوب او ذنب معين انه ربنا مش راضي عنه ومش عايز يغفر له، ده اساءة ظن، اعوذ بالله، ده اساءة ظن بالله عز وجل. طبعا ده اساءة ظن بالله تعالى، قلة ادب، دي قلة ادب، ده اساءة ظن بالله تعالى. احنا قلنا ايه؟ قلنا سيدنا عمر بن عبد العزيز لما وقف على المنبر قال ايها الناس من اذنب منكم فليستغفر الله، طب لو عاود الذنب مره ثانيه قال فليستغفر الله، طب لو عاود مره ثالثه فليستغفر الله، يجد الله توابا رحيما. زي ان الصلاه تنهى عن الفحشاء والمنكر، بتبقى انت بتعمل فحشاء ومنكر وبتصلي، هي هتنهاك في يوم من الايام، الله قال كده يبقى هي هتحصل. لكن ده اساءه، من باب اساءه الظن بالله عز وجل، ده يا سلام. طبعا يعني ده ذنب ثاني. يعني هقول لحضرتك، يعني كان احد الصالحين، انت عارف حضرتك استاذ محمود، الانسان الذي يذنب ثم يلهمه الله عز وجل التوبه، هذا دليل الحب. حب مين؟ حب الله للعبد، وحب العبد لله. لا، ما ده اللي انا عاوز اوصلها بقى لحضرتك. بقى ايهما اسبق، حب الله العبد ولا حب الله؟ الله، حب الله، لانه لو لم يحب العبد ما جذبه اليه، صح كده؟ يعني لو ربنا ما بيحبنيش ما الهمني ان اقول استغفر الله واتوب اليه. وما قال سبحانه ان الله يحب التوابين، ان الله يحب، هو بقى عاوزين نوصل ان الله يحب. شوف، ويقول ان الله يحب الايه؟ التوابين. لذلك احد الصالحين، وانا قلت حضرتك عليه قبل كده، الاستاذ ابو اسحاق الاسفرايني،
ده مات سنة 418 هجرية من علماء السادة الشافعية، واخد بال حضرتك؟ الأستاذ الشيخ أبو إسحاق رحمه الله كان بيقول أنا دايما أدعي ربنا، عملت ذنب كده فبقالي 30 سنة أستغفر ربنا من الذنب ده، أقول له يا رب توب عليا، يا رب توب عليا، توب عليا، بس بيقول نفسي أعرف وربنا تاب ولا ما تابش. بيقول في ليلة من الليالي فأنا نمت كده فلقيت هاتف بيكلمني كده، أنت ماذا تطلب من ربك؟ أنت مالك زعلان؟ قال أنا بطلب من ربنا إن هو يغفر لي ويتوب عليا. قال له طب زعلان ليه؟ قال ما أنا نفسي أعرف يعني هو تاب عليا ولا لم يتوب عليا. قالوا له ألم تسمع أو تقرأ قول الله عز وجل إن الله يحب الإيه؟ التوابين. التوابين. أنت تطلب من ربك أن يحبك. هل هذه حاجة هينة؟ دي حاجة اللي أنت تعملها في يوم وليلة ولا تطلب من ربك كثيرا؟ هي دي القضية. فالإنسان اللي يقول ما أنا على طول في معصية في معصية في معصية في معصية، ما احنا قلنا لك أنت بشر مش ملك، بس إن أذنبت فعد. قل يا عبادي الذين شوف حتى الآية بتقول إيه؟ أسرفوا. مش عملوا الذنب مرة، ده أنت عندك قضية الإسراف في الذنب، أنت أصلا مستغرق في الذنب، أنت الذنب مغرقك أصلا. أسرفوا. أسرفوا، ونقف كده ونحط ألف خط على كلمة إيه؟ أسرفوا. وجميعا. صح كده؟ إن الله يغفر الذنوب جميعا. يعني من الذنب دون ذنب. الآية ممكن إن الله يغفر الذنوب، خلاص؟ ده تعني جميعا. ولذلك العلماء كانوا يقولوا كده، الذنب ده احيانا ربما صحت الاجساد بالعلل. هات الشرح. ربما صحت الاجساد بالعلل. يعني كان سيدنا ابن عطاء الله السكندري يقول كده، رب معصيه اورثت ذلا رب معصيه اورثت ذلا وانكسارا خير من معصيه من طاعه اورثت عزا واستكبارا. احيانا الانسان بيعجب بيزهو بالعمل، بيزهو عنده غرور، يعني متصدق وبيصلي وبيصوم. انا متصدق كتير. ويبدا قدام الناس كده يطلع الفلوس قدام الناس عشان الناس تقول عليه متصدق، او يصلي فالخشوع ما شاء الله مقطع بعضه. فدي طاعه بس اورثت ايه؟ اورثت العجب، اورثت الغرور. لكن الانسان اللي بيعمل المعصيه فتورث الذل، فيسجد بين يدي الله يقول له يا رب انا العبد العاصي. مش معنى كده ان في ناس بتعمل اعمال خيريه جدا لله وبتبقى مقبوله وكل حاجه، يعني ده برضه رايي بس. لا يعني احنا ما بنقولش على الناس كلها. انا خايف عليك والله. فسيدنا ابن عطاء الله فيقول الكلام ده، يقول رب معصيه اورثت ذلا وانكسارا، بس افضل من ايه؟ من طاعه اورثت عزا واستكبار. ليه بقى؟ قال لك اصل المعصيه دي خلت الانسان يعرف انه عبد وان الرب رب. يا سلام. لكن الثاني بيعمل ايه؟ هو بي يعني كأنه مدل على الله بطاعته، يعني يقول أنا، بيبدأ يتعجب يزهو كده بنفسه، أنا عملت كذا، أنا صليت النهاردة، أنا تصدقت النهاردة، أنا رحت عملت أعمال خيرية النهاردة، أنا كذا عشان الناس تقول عليه. زي الراجل اللي راح قعد 500 سنة يعبد ربنا، عارف القصة دي؟ في 60 سنة عند الحاكم. وبعدين قالوا له ملائكة أدخلوا عبدي جنتي برحمتي، قال له رحمتك إيه، ده أنا شغال طول عمري. يعني هو في الحديث في الحاكم عند المستدرك ان الراجل ده قاعد ربنا تبارك 60 سنه يعبد ربه سبحانه وتعالى، وكان ربنا تبارك وتعالى خلاله الماء ماء عذب، ويعني الشجره فيها رمان، والشجره فيها الرمان، وياكل من الطيبات، فلما جه يحاسب ادخله العبد الجنه برحمتي، قال لا يا رب بل بعملش، يا برحمتي، قال بقى طب تعالى بقى تعالى حط نعمه بقى البصر هنا، وحط بس عباده 60 سنه مفيش، فرجحت كفه الايه، طار الراجل، كفه نعمه البصر وطارت. صحيح. قال خذوه الى النار، قال يا رب بل برحمتك، قال خذوه وادخلوه الجنه ايه، ادخلوه الجنه برحمتي. فهنا احيانا كده الانسان ربما صحت الاجساد بالعلل، ان الانسان يذنب ذنب يبدا يفوق. بس حضرتك بقى دلوقتي ذكرت الشيخ ابو اسحاق وهو رجل من الكبار اصحاب الهمه العاليه، نعم، وبعضنا مش أصحاب الهمة دي. فده لما قعد يعني يترجى الله أن يظهر له شيء ما حتى يستريح، الله أظهر له. إحنا مش هنقدر نوصل للمرحلة دي، إنما هل إحنا كمواطنين عاديين كده، بني آدمين عاديين، نقدر ندرك أن الموقف يعني تحسن بعد سلسلة من الذنوب والأخطاء؟ أخطائي أنا وذنوبي، أنا مش بكلم عن المشاهدين، لأن المشاهدين بتوعنا زي الفل كده. ربما قضى عليك بالذنب فكان سببا للوصول. يا سيدي، ربما قضى عليك بالذنب يقضي عليك بالذنب فكان سببا للايه؟ للوصول. كان في واحد اسمه ابو حبيب محمد العجمي،
كان وله كلمه شهيره جدا، فكان من ضمن الكلام اللي هو كان بيقوله، بيقول لما انسان ضيف يجي عندك ما تقولش هقدم له ايه ومش عارف ايه وما عندناش اكل وما عندناش، يعني يقول لك الجدب الموجوده. تمام. فيقول لك بس انت لو منعت الموجود اللي عندك ده، يقول منع الموجود سوء ظن بالمعبود. منع الموجود سوء ظن بالمعبود. الراجل ده كان يعني عنده فلوس كتيره جدا وعاصي قوي، يعني اسرف على نفسه في المعصيه. بس انا عاوز اقول لحضرتك ربما قضى عليك بالذنب فكان سببا للايه؟ للوصول. قعد في يوم من الايام في مجلس سيدنا الحسن رضي الله عنه، وسيدنا حسن قال كلام كده يعني حسن ايه؟ حسن البصري ولا حسن البصري؟ الحسن البصري. فقعد فبكى، فقال يا ربك كده كريم ويغفر الذنب وانا اسرفت على نفسي بالذنوب يعني. فعمل ايه؟ قال انا هشتري نفسي. طب هتشتري نفسك ازاي؟ فتصدق ب10,000. قال يا رب ال10,000 دي عشان تغفر لي. وبعد كده بعد شوية وقال يا رب 10,000 كمان. ليه؟ قال والله يا رب إن لم تقبل مني الأولى فالثانية لك. وراح متصدق ب10,000 ثالثة. يا رب إن تقبلت مني الأولى والثانية فهذه شكر. وراح متصدق بالرابعة. فقال يا رب هذه شكر لما تصدقت به جميعا. هو ايه اللي وصله بدا بقى ياخد الحال الثاني مع الله عز وجل ووصل الى الله. فهو هنا يقول لك ربما قضى عليك بالذنب فكان سببا ايه؟ كان سبب الوصول. طب اللي ما عندوش يا شيخنا اللي مفلس كان سيدنا اويس، اويس القرني رضي الله عنه. اويس حبيبي، اويس اويس ده اويس حبيبي اليمني العظيم. اويس ده ما كانش لاقي، معهوش فلوس لدرجه ان هو كان يصحى الصبح كده يقول يا رب ليس معي شيء، اللهم اني لا املك الا ما في بطني، هعمل ايه انا؟ طيب ما عنديش حاجه خالص. فبيقول اللهم اني تصدقت بعرضي، اي حد يتكلم في حقي. فاللي معهوش، اللي معهوش هنا بالنيه بقى، قضيه النيه. امال النيه هنا تعمل راحه فين في النيه دي؟ لو معي كذا لفعلت كذا وكذا. مش النبي عليه الصلاه والسلام قال انما الاعمال ايه؟ بالنيات. انما الاعمال بالنيات وانما لكل امرئ ما نوى. فمش القضيه اللي انا اكون معايا كده فلوس وابدا اتصدق بكل الفلوس لله تبارك وتعالى. والكلمه الطيبه صدقه، الكلمه الطيبه صدقه، واهتمامك بزوجتك بامك بولادك، القضيه اللي هو اللي انت اماطه الاذى عن الطريق صدقه. صحيح. اللي انت تسكت خالص وما تتكلمش في حق الناس دي صدقه. مش احنا المثل المصري بتاعنا يقول لك نوم الظالم عباده؟ صحيح. ليه؟ لانه كف شروره عن الناس. هي القضيه احنا عاوزين نوصل في للمساله دي. الله يفتح عليك يا شيخنا. انا بس يعني بيقولوا لي في حد في اسئله. اتفضل. هل ايه؟ هل قبر الحسنات، قبر الحسنات يعني حسنات توتن، الرياء هو اللي بيعمل فيها كده؟ ايه قبر الحسنات؟ قبر الحسنات الرياء. انا مش فاهم السؤال اصلا. هل قبر يعني الحسنات ممكن تضيع كلها في قبر يعني في تربه يعني لان انا عندي رياء؟ يعني شوف يا استاذ محمود، الرياء احيانا يضيع كل الاعمال الصالحه، مش احيانا هو بالفعل. عارف الثلاثه النبي عليه الصلاه والسلام ذكر الثلاثه دول، رجل قرا القران ورجل تصدق ورجل جاهد، كل ده عشان ايه؟ كل ده رياء. طب خلاص انت مش عشان من اجل الناس، ما لكم شيء عند الله عز وجل. والحديث في مسلم. صحيح. فالقضيه اللي هو ايه؟ انت بتعمل العمل ليه؟ لله ولا لغير الله؟ انا بعمله عشان الناس تقول ايوه انت اتعبت نفسك. طب ما تحول النيه دي وتخليها لله تعالى، يعني حول النيه بتاعتك دي وخليها لمين؟ لله تعالى. عشان كده النبي عليه الصلاه والسلام يقول وانما لكل امرئ ايه؟ ما نوى. ما نوى. انت هو بيقول لك ده الطريق، فانت قلت له انا مش همشي في الطريق ده، انا خليني في الطريق الثاني. خلاص انت اللي اخترت الطريق. صحيح. فتضيع دي السبيل، فتضيع. ولذلك ايه؟ هو يظن ان هو عمل اعمال صالحه، فربنا يقول فجعلناه هباء منثورا. صحيح. نعم، والعياذ بالله. طيب يعني ازاي نتعافى من الرياء لو هو في قلبنا؟ واحد بيحب المنظره، هو مش شرير ولا حاجه والله، بس يحب فلان يقول له متشكر ساعه البيه، الله يكرمك ساعه البيه. كان سيدنا الحسن البصري يقول عالجت نفسي اشد شيء علي ان اعالج نفسي. وكيف فعل؟ قعد سنوات كتيرة جدا يجاهد نفسه. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم ايه؟ لنهدينهم سبلنا وان الله لمع المحسنين. هي الله لما يهدي السبيل يعني بيرشدك، هو مش بيوديك. لما تحاسب ازاي؟ هو بيقول لك السبيل اهو، انت عايز هو يدلك، هو يدلك على الطريق. بس هي الاشكاليه اللي بعض الناس ان هو احيانا يعني اصل احنا عندنا اشياء كده في الاخلاص يا استاذ محمود، في عبادات بعض الشيطان يجي يوسوس ليك ويقول لك خلي بالك دي رياء، فما ينفعش اسمع فيها.
اللي هو فيه عبادات اللي انا لازم اجهر بيها مثلا زي الاذان. هو هي سرا وعلانيه، لا لا بس المهم نوايات زي يعني. قضيه الاذان زي قضيه مثلا الصلاه الجهريه مثلا، يعني فواحد يقول لك هو انت ايه، الشيطان يقول لك بص انت عشان صوتك حلو، فيروح يقول له طب خلاص انا مش عالي صوتي فانا هوطي صوتي خالص، نقول له لا ده الشيطان بيضحك عليك في القضيه دي، هو بيصرفك عن العباده. لكن في حاجات تانية زي صدقه السر، عشان كده بدا يوصي عليها سيدنا النبي عليه الصلاه والسلام من السبع اللي ربنا بيظلهم في ظل يوم لا ظل الا ظله، ورجل تصدق بصدقه فاخفاها، ليه بقى؟ حتى لا تعلم شماله ما انفقت ايه؟ يمينه. دي يعني لدرجه ان هو ان الراجل لو كانت له يد تبصر مش هتشوف ايده اليمين ادت لمين الخير. بمعنى انك تحط ايدك في جيبك مش هتلاقي فلوس، بطبطب على اللي جنبك وامشي خلاص، مش مشكله حلوه برضه. لقيت فلوس تاخد اي حاجه منها. لذلك سيدنا زين العابدين ابن علي رضي الله عنه كان سيدنا زين العابدين يبخل. يعني بيقولوا عليه راجل ايه؟ بخيل. راجل بخيل. كانوا بيقولوا عليه كده راجل بخيل. فلما مات المغسل بتاعه بيقول وانا عمال اغسله كده وجدت اثر في ظهره. اثر ايه ده؟ فلقوا الاثر ده اثر الشويله اللي كان بيشيلها على ظهره وهو رايح يديها لمين؟ للفقراء. بالليل. بالليل ما حدش شايفه خالص. فلما مات لقوه كان يعول 1000 بيت. ومحدش عارف. مين اللي كان بيصرف عليكم؟ زين العابدين. اتحط في الشريحه بتاعته. اتحط في الشريعه. اتحطت صحيح. في سؤال تاني بقى مهم، ازاي نتجنب الذنوب بحق الاخرين؟ يعني مثلا انا رايي في اسماعيل ده انه راجل يعني هو رايي مش مقصود بيه يعني نميمه او حاجه، رايي كده زي ما انت هتقعد في حته وتقول محمود ده كذا كذا، يعني رايك. هل في هناك فرق بين الراي وبين الاساءه للاخر؟ يعني طبعا اللي هم بيسموها النميمه يعني. هو احنا عندنا الغيبه ذكرك اخاك بما، ده الضابط، ذكرك اخاك بما تكره زي ما النبي عليه الصلاه والسلام بما يكره. بما يكره ذكرك اخاك بما ايه؟ يكره. بما يكره. لكن انا قاعد في مجلس مثلا يحتاج ان انا ابين فلان ده صالح ولا غير صالح، او فلان ده محتاج، ده المجلس ده محتاج، قول لي والله احمد الملكي ده اخباره ايه؟ والله احمد الملكي ده مش كويس في الحته الفلانيه، ده من باب الشهاده. لا انا اتكلم الشهاده واجبه. الشهاده هنا واجبه، لكن انا صراحه مش عاوز اقفل، مش عاوز افتح الباب ده. عارف سيدنا الامام الغزالي في احياء علوم الدين، وسيدنا الامام النووي بيقول الكلام ده في ابو حامد الغزالي في الاحياء. في الاحياء في، وسيدنا الشيخ الامام النووي رحمه الله في كتاب طبعًا. كتاب ماتع كده اسمه الاذكار طبعا، بيقول خلي بالك ان الغيبه دي بتيجي في قوالب احيانا الانسان ما يكونش واخد باله منها خالص. زي ايه مثلا؟ زي واحد تقول له قول لي كده اخبار حسن ده عامل ايه، فتقول بقول لك ايه انا ما بحبش اتكلم عن حد، الله يصلح حالنا وحاله. ما خلاص ما بقت غيبه. حسن ريشي في الحيطه. حسن ريشي في الحيطه يعني خلاص ضيعت حسن. او واحد يقول يعني هدانا الله واياه. عارف اللي هو بياخدها في قالب الديانه والصلاح، يعني اللي انا الشيخ وانا التقي. تبقى عندك مثلا ست حلوه في مكتبك وبعدين هي تقوم تخرج فالراجل يقول لك ايه يا عم الحلاوه. ولذلك واحد اسمه ياسر خبطت الست انت والست مالهاش ذنب. ياسر بن معاويه بيقول كنت عند واحد اسمه سفيان بن حسين، بيقول كان في واحد قاعد عنده. شوف بس شوف الصالحين كان يعني ازاي بيبعدوا عن الذنوب. فبقول في واحد قاعد عنده، فانا خفت، قعدنا شويه وبتاع، فانا خفت لو انا قمت من عنده انا خايف ان فلان ده يتكلم في حقي. فبقول فقعدت لغايه اما الراجل مشي. فبيقول لي سفيان انت تعرف انا كنت عاوز امشي بس انا كنت خايف لو انا قمت الاول الراجل ده يتكلم في حقي. فبقول غضب غضب شديد جدا. ازاي هيحصل ده؟ وسفيان قاعد. قال له اغزوت الديلم؟ اغزوت الهند؟ اغزوت السند؟ اغزوت الترك؟ انت رحت حاربت البلاد دي كلها؟ قال له لا. قال سبحان الله سلم منك كل هذا ولم يسلم منك اخوك هذا. يا خبر ابيض. قم ولا تجلس معي مره ثانيه. قم ولا تجلس معي مره ثانيه. فدي اشكاليه كبيره جدا. او احيانا ممكن يبقى احنا ثلاثه كده واقفين وانا واقف معاهم مع الاثنين دول، فواحد عمال يتكلم في حق الثاني وانا سامع ومش راضي ويسب فيه ويغتابه وبتاع. بس منكم استقيف انت. طيب ايه رايك بقى اللي انا مشترك معاهم في الاسم؟ طبعا حديث ابي برزه الاسلمي ان الراجل لما زنى وراح لسيدنا النبي عليه الصلاه والسلام وشهد. ايه اللي حصل؟ واحد بيقول شوف واحد يعني ربنا ستره فلم تدعه نفسه حتى رجم رجم الكلب. يعني عامل زي الكلاب كده. فسمع النبي الكلمه، واحد اللي اتكلم والتاني ايه؟ التاني سمع ما اتكلمش ما قالش اي حاجه خالص. فالنبي عليه الصلاه والسلام سابهم كده لغايه لما مر بجيفه حمار شائل. حمار شائل اللي هو لما يموت يعني ربنا يعزك يعني. كده ومنتفخ ورجله مرتفعه كده. قال فين فلان وفلان؟ احنا رسول الله. قال كلا من جيفه هذا الحمار. غفر الله لك.
ومن يأكل من هذه الجيفة يا رسول الله؟ فقال لهم أنتما قد أكلتما أشد من هذه الجيفة، إحنا مما نلتما من عرض أخيكما والله إنه الآن اللي هو اللي هو رجم، خلي بالك، والله إنه الآن في أنهار الجنة، والله إنه الآن في أنهار. بس مين اللي يتكلم يا أستاذ محمود؟ ده واحد اللي يتكلم بس التاني إيه؟ سمع بس وسكت. فرحان مبسوط. اللي أنا كنت قلت لحضرتك في بداية الحلقة الإيجابية، إن أنت لما تقعد في حتة وتسمع يقول لك فلان ده كذا، إحنا بقينا عندنا يعني بعضنا يعني مش من كل الناس، عندك رغبة دائما في إنك أنت تسمع الكلام اللي يطلع البني آدم التاني وحش. يعني الذين يحبون أن تشيع الفاحشة، إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة، دول حاجة وحشة جدا عند ربنا، جزاؤهم صعب قوي. فأنت لازم تدافع، يعني مش تدافع باستماتة ولا حاجة، بس ترفض، لأن الحاجات دي يعني كان على الأقل أستمع لحديث سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام، من ذب عن عرض أخيه ذب الله عن عرضه يوم القيامة. صحيح، هي دي اللي أنا عاوز أوصل لها، يعني من ذب عن عرض أخيه ذب الله عن عرضه يوم القيامة. وإذا أنت مش بس يوم القيامة، لو أنت دافعت عن فلان واللي ما تعرفوش خالص وقلت يا جماعة ما يصحش كده مش عارف إيه، هتلاقي في يوم من الأيام في مكان آخر تيجي بتاع وهتلاقي واحد رد لك الحكاية دي. أو سيدنا قتادة بن السدوسي رضي الله عنه كان يقول كلمة كده يا أستاذ محمود، يقول اللي يعمل حاجة زي كده يقول وجد عاجل بشر الله عز وجل في الدنيا قبل الآخرة. صحيح، يعني يلاقي الخير ده في الدنيا قبل الإيه؟ قبل الآخرة. ما هو سيدنا النبي لما يقول ذب الله عن عرضه اللي هو اليوم الأشد، اليوم الصعب اللي هو يوم القيامة، فمن باب أولى يوم الإيه؟ اللي هو في الدنيا، في الحياة، اللي هو في الحياة، في الحياة. في حد بيسأل، مش عارف موضوع خارج الموضوع خالص، رأي الجواز، رأي حضرتك يعني في جواز الإنترنت، يعني مش عارف إيه ده. أنا ما جربته. ده لطيف أوي، أنا جربت كتير حلو أوي. كله في الهوى، كله في العالم الافتراضي. أنا ما جربتش. سؤال تاني، كيف تصل النفس إلى اليقين؟ ده اليقين ده عاوز يعني حلقة كده نتكلم فيها عن اليقين، لأن عندي اليقين وعين اليقين، وأنا محتاجين إن احنا نتكلم عن اليقين ده باستفاضة شوية، قضية اليقين. يعني ده موضوع كويس جدا. الميراث والجدل الحادث الآن. القضية بتاعت الميراث بتاعت ما عندناش جدل احنا خالص، تونس بتعمل حاجة يعني. إذا كنت تحب تقول يعني أنا ده. أحب اللي أنا أقول، إحنا يعني في النهاية ربنا قال طبعا بيان الهيئة كبار العلماء ما شاء الله واضح في القضية دي، لكن أنا عاوز أقول آخر ثلاث آيات في سورة النساء. آخر ثلاث آيات ربنا بيقول يا أيها الناس قد جاءكم برهان من ربكم وأنزلنا إليكم نورا مبينا. القرآن ده نور، فأما الذين أمنوا بالله واعتصموا به فسيدخلهم في رحمة منه وفضل ويهديهم إليه صراطا مستقيم. وبعديها على طول قال يستفتونك كل الله يفتي، مين اللي هيفتي؟ الله. كل الله يفتيكم في الكلالة، وبدأ يقول لكن قال في الآخر وإن كانوا إخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين. الكلالة دي اللي هو ملوش ولاد، ملوش ذكور. نعم. ملوش ذكور. نعم. بس مش كده. يريد الله، يبين الله لكم أن تضلوا، فمن خالف فقد ضل. احنا بفضل الله احنا يعني عندنا استقرار، ما عندناش اي حاجه خالص، ولا داعي اصلا ان احنا نعمل ازمه، يعني احنا مش عاوزين نعمل قضيه. لا والحقيقه يعني انا يعني احيي حضرتك واساندك جدا في انه البيان بتاع الازهر الشريف كان بيان متحضر جدا وراقي جدا، وانه يستمع للاراء الاخرى وينفتح ليها والحاجات دي كلها. وانا من هنا بس بنحيي مولانا الامام الاكبر الاستاذ طبعا الدكتور شيخنا الكبير الدكتور احمد طيب. وانت حضرتك لما ذكرت حتى في مسجد السلطان حسن المذاهب الاربعه، نعم، بالمناسبه الذي اعاد المذاهب الاربعه لانها توقف للاسف الشديد كده يا استاذ محمود، الجماعات بين قوسين المتاسلمه ما بتخرجش الا من خلال الراي الواحد. صحيح. فسيدنا الإمام الطيب أدرك النقطة الخطيرة دي لأنها توقفت في زمن الشيخ طنطاوي عليه رحمة الله، فأعاد مرة ثانية قضية المذهبية للجامع الأزهر مرة ثانية. يعني احنا عندنا مذهب المالكية، مذهب الشافعية، مذهب الحنابلة، مذهب بس لسه ده عشان يوصل للناس انك انت تستطيع انك انت تختار من المذاهب ما تشاء في المسائل. وعلى فكرة احنا ما عندناش جبر في الأزهر، يعني انا مثلا لما نيجي ندرس في الأزهر يا ابني اللي انت تختاره، انت بتختار المذهب ايه؟ طبعا الطالب هو بيبقاش فاهم يعني بس يعني الناس عايشه شويه وقت على، لكن احنا محتاجين ان احنا يعني. الائمه الاربعه زي ما قال سيدنا الامام البصيري وكلهم من رسول الله ملتمس. صحيح، كلهم من رسول الله ايه ملتمس. وبعدين خلي بالك ان الاختلاف ده نعمل مين؟ نعمل الامه. سيدنا الامام محمد البشار
كان قال كده: ومالك وأحمد والشافعي أبو حنيفة الإمام التابعي على هدى من ربهم ورحمة والاختلاف نعمة للأمة. عايشة زود الحتة دي. والأشعري قدوة مقدم جنيدنا طريقه مقومه. بس هو في الآخر برضو قال لك الأشعري هو دوت الأشعري، يعني برضك حط في مذهب واحد اللي احنا بنقول فيه إنه في سعة، لكن هو برضو لا لا بالمناسبة يعني أنا احنا نحن نتدين يعني كلها. سيدنا الإمام الطيب مش ضده خالص، سيدنا يعني الإمام الطيب له بيم شهير جدا. احنا بنتكلم في العقيدة، احنا المذاهب الفقهية اللي انت تاخد وتدي فمسألة دي، لكن في قضية العقيدة سيدنا الإمام الطيب قال كده له، وله تصريح مهم جدا وأرجو الناس تراجع المقالة، إن أهل السنة يا جماعة هم الأشاعرة والماترودية وأهل الحديث. وأهل الإيه؟ بس الحديث. بس أهل الحديث يجب اللي هي تفهم في السياق مش مين هم أهل الحديث، مش الناس الذين يشبهون الله عز وجل بخلقه، يقول لك له يد في إيده زي الإيد، يجلس على كرسيه، يعني دخلنا في منطقة تانية يعني. بارك الله فيك يا شيخ محمد. ربنا بتسعدنا بقى. الله يعزك، ربنا يبارك فيك. أشكرك ألف شكر. ربنا يكرمك. صباح الخير. ربنا يبارك فيك. Thank you.